بعت لك كل الشوك اللي بدربك، بس انتي زرعتي لي شوك بقلبي وحياتي. فوتي شخص ثالث بيناتنا يا شايرة. آذان، ليش عملت كل هاد؟ تفهمني. يمكن انتي نسيتي، بس انا ما نسيت ولا بقدر انسى قديش بحبك. ما بيهمني شي غير اني اعبر لك عن حبي لإلك. آذان بترجاك، انا بدي اياك تطلقني وتتزوج لرفيقتك نور. انا جاهز حتى اتزوج لنور. لازم نروح على البيت آذان. رح نروح على البيت، بس خليني اقول لك شيء. انا كنت بعرف اهميتك بحياتي. لك فكرة اني اخسرك بتتعبني كتير. ما تخيلت حدا يجي ويخرب حياتنا. ما كان بدي يجي اليوم يلي تتركيني فيه وتبعدي عني يا شايرة. اذا تركتيني ما فيني اعيش، ما فيني اعيش يا شايرة. بترجاكي لا تتركيني لحالي، بترجاكي، بترجاكي شايرة وعديني انك ما تتركيني لحالي، بترجاكي. انا بتمنى لو هالشي ممكن، بس الوقت ما بيوقف عند حدا. الوقت لازم يوقف عند الحب شايرة. عم تفهمي علي اللي عم بقوله؟ الناس ممكن انهم يتغيروا، والوقت كمان ممكن يتغير، حتى الظروف. بس حبي إلك رح يضل ثابت كل العمر. آذان، انت ليش عم تعمل هيك؟ لانه هذا حقي. آذان نحن بالبيت، نزلني لو سمحت. هذا البيت ما حلو ابدا بدون وجودك فيه انت. البيت ممكن يتصلح، بس انت ما لازم تنكسر. انا بنتي كتير محظوظه آذان. الناس بتبقى عم بتدور على الحب الحقيقي طوال حياتها، وانا عندي حب كبير بحياتي، فيني أعيش مع ذكريات الحب، فيني ضل حبك لآخر لحظة رح أتنفس فيها.
أزان، أنت عملت هالشي؟ لا أمي، أنا ما عملت هالشي. تحياتي. السلام عليكم ملكة رازية. وعليكم السلام. عزمتيني على الحفلة ومع هيك جاية متأخرة؟ أنا ما عزمت حدا بالحقيقة. أنا ناديت لهم ماما رازية. فهميني شو كل هاد يا نور؟ هالبيت عن جد مبارك ومحظوظ. شكرا كتير للكل لأنكم شاركتونا وكنتوا جزء من فرحتنا اليوم. بصراحة في سببين لهالحفلة. الأول هو رجعت شايرة على البيت، والثاني اليوم عندي خبر حلو للكل. إعلان زواج. زواجنا أنا وآزان. تركت خالد وهلأ بدها آزان؟ كيف بتفكر هالبنت المجنونة؟ رح تخرب العيلة. ابن الملكة رازية أختار ميرزا رح يتزوج. نور حسن قريشي، بنت السيد حسن قريشي المحترم. ألف مبروك. نور، اعملي وكتري يا نور، بس اللي بدك اياه ما رح خليك تحصلي عليه، وما بيهمني ابدا قد ما كنتي عنيدة. واذا بدك تعارضي رغبتي بوعدك انك رح تتدمري. شي حلو قالت جملتين أو ثلاثة حلوين كتير وزراف، وبعدين راحت بدون حتى ما تسمعني شو كنت بدي رد. بسيطة. شكراً كتير لأنكم جزء من هالدراما. وهلأ انتهت الحفلة. إيه صحيح، لا تنسوا تحضروا مراسم ما قبل الزواج. تعرفوا ليش؟ لأنه ما في دموع.
رح يكون في احتفالات، وما بضمن ما يكون في دراما بهالحفلة. بتعرفوا لأنه ببيت الملكة المحترمة رازية على طول بيصير في دراما بالاحتفالات اللي بتصير هون. وهلأ باي. لعمة قديش بتحكي حكي بلا طعمة، قديش غليظة. الله ياخدني إذا عم كذب. أنا كنت مفكرة حالي أزكى وحدة هون بهالبيت، بس اطلع عليك بنت للخدامة قدرت تغير كل شي بطريقة غريبة. يا الله أنا صرت معجبة فيها. نور تحولت لحية خبيثة كتير، وعلى قد ما إنها خبيثة حاولت تلعب مع الملكة رازية. ايه. بس تخيلي تجرب تأذينا، إذا الحية طلعت سامة ما لازم نضربها، لازم نعزف لها على المزمار وبتصير رفيقتنا. عن جد معك حق، إذا بدنا ابننا خالد يطلع من السجن لازم نعملها رفيقتنا لهالحية. هيك صح. أنا آسفة أمي، بس إذا في حدا رح يطلع من هالبيت فهو أنا. شايرة استني. وين رايحة؟ مظبوط، انتو التنتين اتفقتوا على شرط وانا قبلت فيه لهالشرط. هلأ انا شرطي اني رح وقع اوراق الطلاق بس لما تنتهي مراسم الزواج. أزن ما بيصير هيك، كيف بدك تتزوج من دون ما تطلق؟ وليش لا؟ ما نحن بدنا نطلق بدون سبب، وأنا هلأ عم بتزوج بدون حب. معناتها قليلي ليش ما فيني اتزوج بدون طلاق؟ لهيك شايرة تعالي لهون، بدي اياكم تسمعوا شرطي منيح. انا رح وقع على اوراق الطلاق بس من بعد ما تنتهي كل طقوس زواجنا، يعني مرتي الاولى رح تكمل طقوس الزواج كلها. من مناسبة الكركم ولحتى نوصل لمناسبة الحنة وكل شي ذكرته راح تعمله شايرة. مش كتير حلو اني شوف زواج من بنت قبل ما يطلق الأولى. أذان لا تعمل فيني هيك، أنا ما بقدر. طالما أنا عملت يلي بدك ياه ولو اني كنت ضده معناها لازم تتوجعي مثلي. وأنا موافقة. أنا قبلت الشرط، اتفقنا آزم. شايرة بتعتبر حالها وكأنها بنت لأمي، يعني فعلياً شايرة بتكون مثل أختي، وباعتبارها أختي لازم تعمل طقوس العرس وتفرح لي. وفي شغلة، الكل رح يكونوا من طرف العريس، الوحيدة اللي رح تكون من طرف العروس هي الشايرة. وأنا واثقة كتير إنه الشايرة ما رح ترفضني. يعني بالنهاية أختي شايرة وعدتها لإلي.
أنا بوعدك إنه تكون سعادة نور، مسؤوليتي أنا يا خالي. صح شايرة؟ ممتاز. هلأ رح نعمل عرس بالبيت، عرس ما في حدا شاف مثله أبداً من قبل ولا حتى رح يشوف. وما حلوة بإيد حدا تاني أبداً. أهزان شبك؟ أنت شو عم تعمل؟ قلت لك رح طلقك، بس كمان ما رح وقع أوراق الطلاق لبعد ما تنتهي مراسم الزواج. هذا الشيء بيعني إنك لساتك مرتي لهلأ، وإنتي الوحيدة يلي إلك الحق فيني. عكلن ساعديني لحدد معازيم حفل الكركم يا حبيبتي. أعزان أنا بظن إنه لازم انتقل على غرفة تانية. انتي ما رح تروحي، ساعديني لاختار التياب الاحلى هلا. وشو بيلبق مع الطقم الابيض، البوط البني ولا الاسود؟ بعتقد الاسود. اذان ليش ما عم تفهم علي؟ شايرة انت اللي ما عم تفهمي، انا كتير محتار هلا شو البس. طيب قليلي، اسود ولا بني مع الابيض؟ طبعا اذان انا عم بحكي عن جد. انت عم تحكي عن جد مو؟ انت جدية ونور جدية، وبس آذان هو يلي عم يمزح معكن. وطبعاً مثل اللعبة بإيديكن، نور بتقلي يلا صفق وشايرة بتخليني أرقص كمان. على كل، وبغض النظر عن كل هاد، أنا رح أتزوج نور مشانك وبس، لأنه أنت هيك بدك ياني أعمل. مشان هيك أنت يلي رح تختاري لي تيابي. ليلي أنا الأحلى بيناتن. أحسان اتركني روح، بترجاك. رح اتركك، ايه رح اتركك، بس انا لسه معي وقت. أحسان لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.